أستاذ أحمد، يعني أنا أسألك، يعني هو تدومين مشكلة العالم اليوم بالسلاح النووي والجاثومي والذري، هي هاي المشكلة؟ أنت تتذكر في فترة التسعينات العراق بوقت الحصار منع من كثير من التفاصيل تدخل البلد تحت ذريعة أنه هذه تدخل في الأسلحة الجاثومية والكيميائية والغيرها. الغرب يعرف أنه كل حاجة وين تستعملها، يعني حتى اليوم مثلا على سبيل المثال الطيران، شيشة البافيوم تدخل معك 30 ميل مسموح، 35 ميل ما مسموح، يعني لكل شيء إلى التفاعلات. ده أتكلم على البافيوم، يعني علبة صغيرة. فأنت كيف، أنت عندك معمل ينتج بتروكيماويات، ينتج غازات، ينتج كثير من التفاصيل، حتى الأدوية. يعني احنا مثلا معمل سامر قادر ينتج كل شيء، لكن المواد الأولية هي اللي كانت مشكلة. نفس الحال اليوم في إيران، إيران محاصرة تعتمد على التهريب بصورة عامة، وهذا طبعا تعرف حتى التهريب هو غير مضمون وغير مستمر، التدفق دائما بانسيابية. لذلك أعتقد هو سبب ضرب المعامل اللي تفضلت بها أنت، في طيب نفس الوقت معمل السيارات ومعمل غيره شغال، لأنه ما تأثر، ما تشكل خطورة على طيب الأمن المناطقي الموجود. طيب